لعن الله من آوى محدثا. هذه كلمة واسعة. محدثا في إيش؟ في الدين، محدثا في الاعتداء على الناس، في أي شيء. ظاهر الحديث العموم. فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه، وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك. أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده آواه، هذا نقول إنه ملعون، نسأل الله العافية. وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون.